السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تسريبات المالكي تكشف حجم الشرخ بين الميليشيات. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نشر الصحفي علي فاضل مجموعة من التسجيلات الصوتية المسربة لنور المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة، وهو يتحدث في جلسة مغلقة مع بعض قيادات الميليشيات عن التحضير لمرحلة قتال جديدة بقيادته عن طريق التحشيد لعناصر وتسليحها وتوفير غطاء قانوني لها بهدف إشعال العراق، إشعال الصراع المسلح في العراق. تطرق المالكي إلى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، حيث وصفه المالكي بالجبان المتعطش للدماء السارق والقاتل. كما أيضا تحدث أمام من معه بنيته قتال مقتدى الصدر حتى لو كان في محافظة النجف. أيضا ذكر المالكي هادي العامري وفالح الفياض قيادات ميليشيات الحشد والمشاركين معه فيما يعرف بالإطار التنسيقي، ووصفهم بمحبي المال ولا يملكون شعبية على الأرض، وما لديهم من مقاتلين مجرد حبر على ورق يتقاضون مقابل هذه الأسماء الوهمية الملايين. أيضا ذكر المالكي الحشد الشعبي ووصفهم بأمة الجبناء. دعونا الآن مشاهدينا الكرام نستمع إلى بعض التسجيلات الصوتية المسربة لنور المالكي ثم نعود. المرحلة الجاية قتال. تمام، جاهزين إن شاء الله. تمام. المرحلة القادمة قتال إن شاء الله. ولحد أمس كان أقول لعادة مصطفى الكاظمي من طلعت قلت له اسمع، المرحلة القادمة قتال وكل يدافع عن نفسه. بعد شيء يبي. وأنا أدافع عن وأنا حاشد يا جماعة ترى القضية قضية قتال، المقتدى صدر جاي يذبح ويصبح مثل ما هو يحكي. زين. الجيش والشرطة لا اعتماد عليه. ما راح يسوون أي شيء. نحتاج إلى سلاح. ساعدني ألبسه وقال حجي إحنا الجيش والشرطة، قلت له لا أثق بك ولا بجيشك ولا بشرطتك، أنا أحمي نفس النفس. عافية. أنا أدري المقتدى صدر أول واحد يستهدفه أنا، لأن أنا بهدلت أحوالك. والعراق والتشيع ما أخلي يبيد مقتدى صدر. إذا عجزوا الآخرين أنا ما عجز. وهذا المطلوب. الآن أنا أكثر من 10-15 تجمع باتجاه أسلح أو أخليه مستعد لمرحلة الحرجة. وما يدريك لعله الله يهجم على النجف، إذا صار هو يهجم على الناس ويهجم على المرجعية، والله لا يهجم على النجف. تمام. لأن هذا الرجل لا يبقي، هذا حاقد عنده 3 خسائر سيئة. يريد دم، يقول ما يريد دم وهو جبان. ويريد فلوس فرح البلد كله، ويريد يصير على ربكم الاعلى. اي فراق. انا الامام المهدي جماعته يقولوا له انت مش يقولوا له انت فراق. فالمرحله القادمه مرحله قتال، انا جاي اشتغل عليه. واحنا مكلمتك. الناس هم حسوا وعرفوا ويسعدوني. بس اول عشيره كان يوم الصبح، اول عشيره بني مالك راح يسوون مؤتمر. ان شاء الله. نعم. بالبغداد وبالبصره ويعلمون اللي من ايده ويتحرش فلان. احنا نعرف شو نسوي. هذا مقتدى الصدر ما له غيره. هذا باسم خشاب. ايه باسم خشاب وسوى منهم. ولذلك انا اتمنى ايضا على امه الاحياء ان يكونوا مستعدين. استعد. القضيه مو اعلان، القضيه استعداد نفسي وعملي وسلاح وتوفير بطاقه. احنا نكون نفكر على قواتكم شلون نوفر لها بطاقه رسميه. هو هذا المطلب. اذا ما لها رواتب وغيرها بس بطاقه رسميه. اسم الحشد وانا يائس من الحشد لانه امه الجبناء الان سالوا عن الحشد. ولكن لازم نفكر الها في غطاء، وغطاء اخر لحركه العشائر. العراق مقبل على حرب طاحنه لا يخرج منها احد الا اذا قدرنا نسقط توجهات المقتدى والحلبوسي ومسعود. اذا اسقطنا مشروع هون نجا العراق، واذا ما اسقطنا العراق دخل في الدائره الحمراء. مشاهدينا الكرام، طبعا ننتظر مشاركات حضراتكم لإبداء آرائكم بشأن التسريبات اللي أصبح
أغلب العراقيين على اطلاع عليها، أنه ما الذي ذكر فيها؟ المالكي يتحدث عن قتال، يتحدث عن صراع، يتحدث عن إحراق العراق، أنه ليش يستمر الحديث عن القتال؟ ليش يستمر الحديث دائما عن نظام المؤامرة؟ ليش فقط هو الطرف المصلح وهو فقط الطرف الذي يريد بناء العراق ويريد الخير للعراق، والكل أعداء والكل عندهم مؤامرات وعندهم فد سياسة خبيثة يريدون يحققوها؟ ألم يحكم المالكي 8 سنوات العراق؟ ما الذي حققه خلال فترة حكمه؟ ليش العراقيين عليهم أن يتحملوا المالكي وأمثاله وكل من ذكروا في هذا التسجيل أو هذه التسجيلات، عليهم أن يتحملوا هؤلاء الفاسدين، هؤلاء الذين تسلطوا على رقاب العراقيين طيلة 19 سنة؟ يعني شنو الجديد اللي راح يقدم المالكي للعراقيين؟ ليش دائما حديثة عن السلاح، عن التحشيد، عن القتال، عن المؤامرات؟ متى كان هناك تطبيقا فعليا للإعمار؟ متى كان هناك تحسينا للوضع الاقتصادي؟ متى كان هناك تحسينا للوضع الأمني؟ المالكي يقول في تسجيلاته: لا أثق لا بالجيش ولا بالشرطة. كيف تريد بناء دولة إذن؟ بالميليشيات؟ كيف تريد أن تعمر؟ كيف تريد أن تحقق نظام أمني إذا كنت لا تعترف بالأجهزة الرسمية الأمنية؟ خلونا نسمع تسجيل ثاني لنور المالكي ذكر فيه تفاصيل أخرى ثم نعود. نفس كلام الميرزي. قيس شلون قيس؟ يعني قيس زين، هو يضرب قصد وياك يعني زين. بس انتم الاخرين يعني اخواننا ما فتح تضربوا بالمقابله. لا اخواتنا بس هذول ما لهم شغل، هذول مو يم عالم هذا اصلا. من وصلهم فلوس؟ دول فلوس حجد ازعلينا فالح الفياض ما رحنا قاعدين يعني. هذول ما لهم شغل، اي ما نقعدين هذول حالين بالمزارع وبالا ابالا جديد وبالا الولائي زين وبالا وهنا. لكن الولاء اذا يبقي هم ذول روح الحشد الولاء ولا لا؟ لا شو ما شلون حجين العفو؟ امرهم من يرى امر جماعه فتح هم ذول الفصائل الكتائب والعصائب والبدو وسيد الشهداء كلهم يعني ايرانيين. حجين الكل ان شاء الله مع جل الاحترام لهم والالقاب الحاضرين ان شاء الله والغائبين اللي يجون يحضرون جنابك، هاي كلها كفه واحنا الاخيار بكفه وكتائب ائمه البقيع. ليش احنا بقياده مرجعيه؟ هاي الناس مثلا باكر السيد المالكي يقول لهم بويا اقعدوا، ما راح يقدر يسيطر عليهم. بينما انت تخابر مثلا سماحه الميرزه تقول له الاخيار طلعوا عن طاقتي، تليفون واحد من عند القيادات ينتهي الموضوع. فالمرجعيه اساس. اها انت لازم تثب ثقلك واهتمامك بامه الاخيار وهذا ضروري. اثنين عندك محور دياله مسيطر عليه تماما، ما حد يتنفس بقى. هاي اثنين. الامير موسى ودلي اجيب لك مبارك. احنا ما لنا علاقه بامير موسى الحج. اليوم احنا خلينا زمام الامور بيد الحج. الإيراني الآن خط الحرس. نعم صحيح. هو خامنئي. نعم. والاطلاعات مو. الاطلاعات والحكومة. مشكلة بين الحكومة والحرس. صح. في زمن رئيس الجمهورية اللي راح يصير. روحاني. إجا سيد رئيسي. مين. تقريبا تقاربت الخط يعني. خط السيد الخامنئي والحرس وأبو خط رئيس الجمهورية والاطلاعات. نعم. الاطلاعات والحرس الشيء. تمام. الحرس ما يعطون مجال للاطلاعات يدخلون بأي حد. فالحرس هم اللي يتولون هاي القضية، غيرهم ما حد يقدر يتدخل. أنا رحت الإيران حكيت لي ولايتي، حكيت لي رئيس مجلس النواب الشورى، حكيت لي وزير الاطلاعات، كلهم على كلمة واحدة المشور وياي الحكي بالأخير يقول والله بس ما نقدر نحكي. لأن سماحة السيد وكل الأمر بفرادة قدس. الحج قاسم والسقارة. الأمر بيده. الحديث يصير مع الحرس. بالضبط. إذا رحتوا وإذا رحنا نحو الاطلاعات. لا. غير ممكن. طبعاً. الحرس. أنتوا خلوا جهودكم ويا الحرس. هذا كلام. أمير ولذلك الشاهد أمير مو ويا الحرس. لا. بل الآن يجي يمني وأتكلم وياه واللغة العربية ما جيدة. وكان موجود قاعد يمن محسن الرضائي وخابر محسن الرضائي وراح
يا فلان خبرني كذا، اسألك عنه قال لا هذا يعني لأنه هو من الحجز، فخلوا جهودكم يا حجز. حج جهدنا أنت، إحنا أولادك. استمعتم إلى هذا الحديث مشاهدين الكرام، تخابر مع إيران، ولاء والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني، وينصحهم المالكي، ينصح هذه الميليشيات اللي موجودة باللقاء معه بالتوجه نحو الحرس. الحرس الثوري الإيراني كما يقول لهم المالكي أفضل من الاطلاعات، خط الحرس الثوري الإيراني خط خامنئي، الحرس الثوري الإيراني هو المسيطر، الاطلاعات تسير مع رئيس الجمهورية الإيراني، وبالتالي الحرس هو الأقوى، خليكم ويا الحرس، احنا إذا نروح نروح للحرس. هكذا يقول المالكي، تآمر ولاء لإيران، تبعية لإيران، تخابر مع إيران، وكلها تهم يحاسب عليها القانون. وهنا السؤال، لماذا لا يزال القانون في العراق صامتا عن محاسبة المالكي؟ أكثر من جهة حققت في هذه التسجيلات وبأمانة وبشفافية، وأثبتت أن هذه التسجيلات حقيقية بناء على عدة عوامل تقنية، وحقيقة لا يسعنا الوقت لذكرها، لكن بالمختصر أكثر من جهة، رويترز ذكرت وأكدت بأن هذه التسريبات ليست مفبركة، جهات تقنية أخرى معنية بالأصوات والتلاعب والفبركة وما إلى ذلك أكدت أن هذه تسجيلات ليست مفبركة، إذن هي تتبع لنور المالكي. وبإمكان هذه السلطة أيضا إذا كانت نزيهة وعادلة وتريد فعلا أن تحقق بهذا الموضوع بشفافية أن تستعين بخبراء، وسيتبين لها أن هذه التسجيلات حقيقية، بل حتى مقتدى الصدر أكد أن هذه التسجيلات حقيقية، وقال للمالكي بأن عليك أن تستغفر وتنسحب وتعتزل العمل السياسي. إذن هناك إجماع بأن هذه التسريبات هي تسريبات وتسجيلات صوتية حقيقية لنور المالكي، وهنا لماذا التعامل معها خجول رغم كل ما ذكر بها من محاولة إشعال الشارع العراقي، من محاولة إدخال العراق بصراعات مسلحة ودوامة من الفوضى، بتأكيد على التخابر والعمالة لدول أخرى، ورغم هذا لا يزال المالكي، بل حتى أجرى لقاء تلفزيونيا قبل أيام تحدث فيه عن هذا الموضوع وكأن شيئا لم يكن، ويتحدث ونعم سنتجه إلى القضاء. هل لثقته بأن القضاء مسيس وفاسد وخاضع؟ طيب، نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام، ويانا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. سيد أبو عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. تادي مقتدى من يقول يريد لنور المالكي يلجأ إلى القضاء؟ لا، ما قال يلجأ إلى القضاء، طالب بالاعتزال والابتعاد عن العمل السياسي. هذا لو مواطن عادي بسيط يطلع قوة عليه، يطلع ميليشيات، يطلع حشد، يطلع ما كله تجيبه وتحطه أمام القضاء. بس نور المالكي هو أساسا القضاء مال القضاء فاشل. نعم. العراق قضاء فاشل، من أصغر موظف الأكبر موظف لرئيس وزراء ما حد يقدر يسوي شيء. لأن القضاء يمشي بأمرة إيران تسوي كذا. نعم. يعني شفت كثير من المسؤولين أخذوا مال العالم وأكلوا مال العالم ويروح المواطن البسيط يشتكي عندنا زاد للمسؤول يقول له ترى فلان جاي يشتكي عليك، وتنسد ناس تسد ناس وتنسد بفلوس، والفلوس جاية من البول ناس تسد الناس. أنت تيجي حاسبة للسمو الثانية بالفتوى، يلا خلينا نمضي فتوى على الثاني على هذا الشيء اللي حيصير. يجي حرق العراق ابو عبد الله، تعليقك على الجزئيه اللي يقول بها المالكي انه المرحله القادمه مرحله قتال، انه لازم نسلح، لازم نجيش ونقاتل، ويريد يقاتل مقتدى الصدر. برايك انه ليش دائما الخطابات اللي يطرحها المالكي خطابات مثيره للفتن، خطابات تصعيديه، خطابات تحريضيه، خطابات كلها عباره عن دم، قتل ومؤامرات؟ العراق ما يريدون شيء زين بالعراق استاذ العزيز. وهو من نختلف ويا مقتدى على شنو اختلف ما ندري.
ها؟ لا والله نبي ليش ما نبي؟ اختلفوا بيناتهم. بس نعم. الشعب العراقي شنو ذنبه؟ العراق الشريف، المواطن الشريف البسيط شنو ذنبه؟ يعني هم متكاملين على الكراسي والمواطن العادي يدفع الثمن؟ ليش؟ ليش هم بيناتهم متكاملين على الكراسي وعلى البوق؟ زين هو كم مليون دولار عنده؟ كم مليون دولار عنده صار؟ من بيع سبح، من بيع سبح بسيد زينب. نعم. وكان يتمنى المالك الثاني يتمنى. نعم. شو مدير تربية، مدير قسم تربية، مو رئيس وزراء. يعني أنت تصور من ماكو إلى أكو، شلون ما يصير هيك؟ عمي يقدر يجيش جيوش. نعم. ويقدر يجيب هذول الناس الدايحة المثل ماكو، الناس وين ماكو ساقط؟ عساق وين ماكو مكسلة؟ يقدر يحطه صحيح ويسوي مسؤول وشدله وشدله نجمه وشدله رتبه. طيب. والرتبه كلها فخريه ما فيش لزق يشتريها من العلاوي وشدها اياها. طيب. انت كيف الضباط الموجودين؟ الضباط الموجودين كلهم ضباط كلية عسكريه؟ يعني تجي تقيسه كضابط تقيسه رتبه اكبر من عمره. نعم. أكبر من عمره. سيد أبو عبد الله نشكرك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لحضرتك أبو عبد الله من صلاح الدين، ويانا أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير لجمهور منبر الرافدين. حياك الله. سيد كريم، طبعا الإعلام هسه نزل تسجيل جديد أو تسريب جديد للمالكي في نقطتين حقيقة شفتهم، أنه أولا يصف الحلقوسي بالبعثي. وأنه تقدم هي كانت حركة بعثية بس صاحبها مات وهو الحلبوسي أخذها وبعلم الكاظم. نعم. هذا واحد. حتى الحلبوسي يعرف شلون يتجادل وياه ويقول شو اسمه، ويقول ياخذ وزارات من عنده. الشيء الثاني، وصف الشيعة بالأراضي، يعني وصف الشيعة احنا عوفنا من مقتدى والمالك. احنا نعرف انهم مختلفين بيناتهم، وسبب خلافهم سلطة سيادة ووزارة. نعم. مو سبب خلاف عندهم برنامج جديد يخدم الشعب وغيرها. نعرف انه المالكي قتل الشعب العراقي سواء سنة او شيعة. المالكي اهدر اموال وسرقها بشركات وهمية ومشاريع وهمية. كذلك مقتدى الصدر، يعني هو اللي اسس جيش المهدي واسس الفصائل كلها طلعت من جيش المهدي، وقتل السنة وقتل الشيعة وقتل كل واحد، وفيديو موجود يقول اللي اعتدى على صدر احنا شلون نحاسب. فكلهم هم ناس قتلة للشعب العراقي. ما اختلفوا الخاطر الشعب، لكن اختلفوا الخاطر المصالح والوزارات والفلوس. طيب سيد أبو علي، أنا أشكر حضرتك، أعتذر منك، بس خلينا نشوف هذا المقطع لمواطنين عراقيين، رأي شارع، رأي من مواطن عراقي، ما الذي تحدث به عن الوضع، ما الذي تحدث به عن التسريبات، ورأيه بنوري المالكي. خلينا نشوف ونرجع. يحرق العراق، هو العراق مال أبوه يحرقه، وبكيفه يا اللي يقول احرق وحرق. يعني انا حاسبك تجي تحرق العراق، شنو ذنب هاي العالم المساكين والابرياء ليش قبله ما حرقها؟ الغربيه والجنوب والدنيا ما حرق، هسه يحرق؟ خلي يقعدوا ويسكتوا، خلي شوف ضرب العالم. حجي الله يرضى عليك مع المالكي، خلي يكف عن العالم، مدمر البلد، مقامه تشحت العالم بالشوارع، شافت الضيم، احنا عايشين الشارع، بالشارع احنا قاعدين، بدنا نشوف هو قاعد بالشارع، شوف معاناة العالم، يجيب حذاء يشتري عمود بطل زيت يشتري له، هذا يحشي لي يهدد ويسوي، كافي. هو حرق العراق، مو ما حرقه، حرق الغربية وحرق، حتى دمر الأول والتالي، حرق الأخضر واليابس المالكي، القضاء مو نزيه، ويحرك المجاميع على من يحركها؟ علي وعليك وعلى أخوك وعلى أخويا، على المساكين وعلى الفقراء، العالم على باب الله. خلي لما جامعة ويقعدوا ويخلي العالم تعيش. قطوا مفك العالم حيروا بالكهرباء بالماي بالحصة التموينية، شايفة الضيم العالم، والعالم قاعدة تجدي، وكل شاب ده يجدي ترى. خلي مجاميع عائلة يحتفظ بيهم هو ويقعد يسلحهم المن على اليمن، عليه وعلى أخوك وعلى غيرك وعلى شعبه، لأنه هو مدعوم من غير جهة، هو ما يشتغل صالح العراق. حجي هو ما يشتغل العراق، هذا مو ابن البلد، هذا ما يملك لا الوطنيه ولا يملك المروه ولا الرحمه. الله يخليك، وشفناه وشفنا الضيم منه والانقز والاسوء، ايش يريد بعد؟ وين يوصلنا؟ لا يريد، ايش يريد؟ بالهدف لو بالنجف هي بعد، وان شاء الله المالك يكف ويشفينا شره، وكافي لين تدمر هاي العالم بالخيم بالضيم حالها، ويدري شكو بالشارع هو لو ما يدري.
لا كهرباء لا مي ضيم لا راتب، متقاعد ياخذ له تفاليس اذا من للسحب وللمولده، شنو هالعمل هذا؟ ويدور لي صراعات ويدور لي، خليه يقعدوا يسكتوا، خلي يخلونا واحد بشويه مروه يخاف الله، والله يخلون يهودي اشرف منهم. مشاهدينا الكرام، استمعتم الى هذا الحديث، طبعا احنا خلال لحظات ان شاء الله حنعرض لحضراتكم التسريب الصوتي السادس لنور المالكي اللي نشره الصحفي علي فاضل قبل لحظات. خلونا نشوف هذا المقطع ايضا لاراء مواطنين عراقيين بشان هذه التسريبات ثم نعود. ابتداء هذه التسريبات خطره جدا واحدثت حاله من الارباك بالشارع العراقي، على اعتبار ان هناك ارتباط مباشر بين المشهد السياسي والحياه الاجتماعيه بشكل عام. كنا ننتظر اجراءات اكثر سرعه من الجهات القانونيه على اقل تقدير لحسم هذا الموضوع، حفاظا على السلم الاهلي، لان هناك دعوات ل مواجهة ربما تكون في الشارع العراقي. أيضا تحدث التسريب عن صدام مسلح مرتقب، وبالتالي كل هذه التصريحات والتسريبات النارية كان من المفترض أن تكون هناك يعني حلول سريعة وعاجلة من أجل تهدئة الشارع وامتصاص غضب الشارع العراقي، وبذات الوقت أيضا معالجة المشكلة السياسية بأسرع وقت ممكن. بالتأكيد ما التسريبات التي ظهرت وما طرح فيها من كلام هو في الحقيقة صراع، وصراع مرير على المناصب وعلى السلطة، لكن المشكلة في هذا الصراع أن ضحايا هذا الصراع هم ليسوا طلاب السلطة وطلاب المناصب من السياسيين، وإنما سيكون حطب هذا الصراع هم الشعب العراقي بكل أطيافه. التسريبات اللي ظهرت بالآونة الأخيرة يعني فضحت السياسيين اللي كنا احنا نعرفهم من زمان، يعني من 2003 ولحد الآن، يعني احنا نعرفهم، نعرف فضايحهم. التسريبات هاي فضحت وكشفت المستور، بيانت لنا حقيقتهم. السياسيين ما يريدون بس خراب البلد ودماره، هم السبب الرئيسي كانوا بي، يريدون أبناء البلد يتذابحون ويصير صراع فيما بينهم، وبالأخير وبالهاي هم المستفادين بها، يعني والباقين هم بالسلطة. مشاهدينا الكرام، مثل ما قلت لحضراتكم إلى أن يجهز خلال لحظات التسريب السادس نستمع إلى رأي السيد سعد من الكويت وبعدين نرجع. تفضل يا سعد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أستاذ محمد، أولا التسريبات أيضا والتحريض وكذلك الاعتداء، هذا تخالف الدستور والقانون يا أستاذي، والعراق ذات سيادة يا أستاذي، وكذلك الانتهاكات مخالفة للدستور. سعد، أريد منك توضيح، شنو اللي مخالف للدستور والقانون؟ يعني ما هو الذي يخالف الدستور والقانون؟ أي تخالف كلها الدستور والقانون. ما هي التي تخالف الدستور والقانون؟ شنو هي؟ اللي هي التسريبات وكذلك الاعتداء. تقصد ما ذكر في التسريبات لو التسريبات بحد ذاتها؟ وبعدين استاذي حبيت اقول لك كلمة. طيب. الله يخليك. اقول عيني. الله يخليك ويرضى عليك. بالنسبة انا لمني تألمت كثيرا بخصوص يعني الاعتداء الآثم على الأطفال في دخوك يا استاذي. في دخوك. نعم استاذي، وضربت عن الطعام 17 ثانية. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج وللقناة وشكرا. شكرا يا سعد. ويانا أبو علي من الأنبار، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذي؟ حي قناتكم مجاهد البطل العراقي. حياك الله. طيب ابو علي صوتك ما واضح، ارجو من حضرتك تعاود الاتصال مره ثانيه الى ان يتم يكون هناك وضوح بالصوت، غير مكانك ممكن. خلونا الان مشاهدينا الكرام نستمع الى التسريب السادس اللي نشره الصحفي علي فاضل قبل 10 دقائق من الان، نستمع اليه ونستمع لما ذكره المالكي من نقاط ثم نعود. الامام الخميني عليه السلام من هجم علي صدام حسين، ترى خلال ثلاثة أشهر سقط نص ثلث إيران، ثلث إيران سقط. الفرح مع الأدب. من أنطى فتوى قلب الحشد. أخضر ثلاث سنوات وبس صارت صدام ياخذ الفاوض، ما قدر إلا صارت مفاوضات ويقف الحرب، يلا سحبوا منها وانطونا طوال العراق. الحشد
ايش قال فرد ايش قال لي المنظمي قال هذا الحشد ده يروح له على اسهل من زمام الامور مال الدوله الاسلاميه سلمه سواه وزاره الحرس عز الحشد هسه احنا احكي لك واقع احنا عندنا مخطط على مستوى العراق وبعدين يتطور دولي بانه راح نفرها ونجيبها منا نرجع زمام الامور بيدك الله يشهد عليه وحق هذا المي باكر يغسلها احنا راح نشكل احكي لك راح نشكل جيش بكل المحافظات ثوره نسويه ثوره بكل المحافظات زين والشروط التعجيزيه بكل المظاهرات تعرف يراد لها امور يراد لها شغل يراد لها احنا نريد فقط الغطاء الغطاء احنا نريد مباركه الامام الخامنائي هاي هل هاي يمنا انا اجيب لك هذه احنا نكمل يراد هي هاي يمنا نرجع يراد لنا دعم واحنا احنا ارتباطنا هسه حاليا شيلك ارتباطنا بالجمهوريه هم صار قوي بشكل والله يمكن عندنا 12 نقاش مباركه من مراجعهم حتى المكتب الاولي لا حتى من اللي يحكي ابو حسن من السعوديه يعني من شو اسمه بس مرخص من قطيف حج احنا نريد ظاهريا احكي لك امانه الله سخو احنا اعوذ بالله كيف نجيب ورقه بيضاء نبصم لك عليها احنا ظاهريا من أؤمن فقط بكل قيادات الشيعة اي والله الله يشهد عليك انا بدي لكم الشيعة في خطر طيب البعثيين الان ارتقوا مراحل خطيره ودخلوا في صلب الدوله سووا احزاب تحت عنوان تقدم ماضي الحرب الموسوي هذا حزب تقدم قديم مو الحرب الموسوي مسوي فد واحد مسوي نعم وتوفى والحلوس استلمها يجينهم احنا حزب البعث ولازم كل الشيعة واحد بالمئة يصيرون والان نافذ قلت للرئيس الوزراء ولك حرام عليك ولك شنو الحلوس ينفذ الى هي القيادات ولك شنو هي المحافظين هذا هم ينتظر بلك صوت للحلوس وسبت الوزراء المرجعية خساكي طالهم شو ولا لان الحدث سيقلب الطاولة عليهم وعلينا على التشيع لا بس مرجعيتنا موجودة جاي تهتف بقية القوى اللي موجودة بصراحة اشتروهم بالفلوس صحيح ويأسفني ويتبجعون يقولون شنو ما اشتريناهم بالفلوس والله اشتروهم صحيح والله عناوين تعتبروهم لا مراجع اشتروهم بالفلوس اعرفهم تعتبروهم مقاتلين مع الحشد والله مرتبطين نشتريهم من إذا هم الحلوس صحيح وأنا ما أقدر أحكي أمس قلت له واحد لا أدنى علم قلت له واحد قلت له يا أخي إحنا نقعد نجتمع الإطار وفلان وفلان موجودين وذولا قبلاء مال الحلبوسي وش نحكي وصلوا لا شو نسوي شوف الشيعة شلون أرادوا هكذا يتحدث عن المكون الشيعة أراذل يقول المرجعية ساكتة والحلبوسي وجماعته بعثيين وإيران هي المرجع وهؤلاء الذين من حوله يتحدثون عن حصولهم على مباركات ويريدون مباركة خامنئي وجايين للمالكي باعتبار الوسيط جايين إلى نور المالكي يريدون مباركة الخامنئي جامعين تواقيع 12 أو 13 مرجع منهم ذول المراجع اللي ينطون هاي التوقيعات لهذه الميليشيات يريدون يسيطرون على العراق يريدون يستحوذون وعدهم جيش في كل محافظة مثل ما ذكروا نستمع الآن إلى آراءكم مشاهدينا الكرام بشأن ما استمعتم إليه هذا التسريب السادس الجديد اللي يتحدث به المالكي ومن حوله بهذه الطريقة وبما ذكرنا أبو مصطفى عندنا أبو مصطفى من تركيا تفضل يا أبو مصطفى أبو مصطفى نعم حياك الله الله يحييك يبارك فيك تفضل يا ابو مصطفى استاذ محمد شلونك عيني شلون صحتك الله يحفظك يسلمك حياك الله الله يبارك فيك هذا الموضوع اللي نتناوله نعم. في اليوم نعم تسريبات المالكي ما يصير الطائفيه بالبلد يعني شلون ما يصير الامور الطائفيه ما يصير الامور الطائفيه ما يصيرها نعم تحدث فيه. تحدث بلغه طائفيه في التسريبات السابقه ايضا أعرف أنتوا لما تتناولوا هذا الموضوع ما راح يأجج الطائفية ليش؟ شلون يأججها يا أبو مصطفى؟ أنتوا من تثيرون هذا الموضوع نعم وطرح المالك هالشكل وطرح السيد المقتدى الطريقة نعم. هذا نعم. الموضوع ما راح يأجج العمل الطائفي يعني سيد أبو مصطفى هو اللي يتكلم آني لو المالكي؟ لا هو المالكي سواء كان التثير صحيح أو غير طيب. صحيح لا لا اسمح لي أنا قصدي إذا هو المالكي اللي يتكلم أني شلون حثير الطائفية إذا هو اللي دي يتحدث بهذه اللغة أني شنو ذنبي أني مجرد وسيلة نقل وعرض
لما يحدث وما يحصل، وانت والمواطن العراقي لك حرية الرأي بالتقييم والتقدير. أعرف الآن المواضيع هذه احنا كإعلام يعني نعم المفروض ما تتناولون هذه المواضيع اللي ممكن تؤجل الطائفية، واحنا ما ناقصين العراق، ما ناقص طائفية يعني. صحيح تمام، العراق ما ناقص طائفية، لكن عندما يتحدث المالكي ويقول مثل ما استمعت الآن، يقول بأن الشيعة أراذل، ويقول على السنة بأنهم مكون قلما بهم الشريف قلما بهم الخير. طيب هذا مو معناها أنه هو يريد يشعل الوضع بين المكونين، يريد يثير فتنة. طيب ليش احنا بدل ما نقول ليش احنا نعرض الطائفية، ليش ما نقول ليش ما يتحاسب المالكي، ليش ما نطالب بمحاسبته ومحاكمته هو وباقي الأحزاب؟ هم كل سياسيين أستاذ محمد، كل نعم. سياسيين، كل سياسيين يعني شلون تسميهم أنت يعني عندهم مصالح وأغراض خاصة ربما تسميه صحيح أو غير صحيح، وبعدين هو صار حيجيبه على الإعلام يجوز ويتدرب صراحة طرح داخلي. إحنا المفروض نتناول المواضيع اللي تجمع مو تتفرق. تمام، المواضيع اللي تجمع. سيد أبو مصطفى أنا أريد أسأل حضرتك أنه هل يمكن بوجود هؤلاء أن يحدث حفاظ للأمن المجتمعي، أن يكون هناك بعد عن الطائفية، أن يكون هناك حقل لدماء العراق طالما وجد هؤلاء مثيري الفتن بالسلطة؟ يعني احنا وظيفتنا مثل ما تفضلت حضرتك، احنا وظيفتنا الشعب العراقي والمؤسسات الإعلامية المحترمة أنه هي تحافظ على وحدة الشعب العراقي. طيب شلون نحافظ على وحدة الشعب وأكو من يحاول التفرقة من ذولا، أكو اللي يريد يشعل العراق؟ شلون إحنا غير المفروض نوجه الـ 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 الكاميرات ونوجه الـ الـ نظر الشارع العراقي إلى هؤلاء، نقولهم يا جماعة افتهموا ذولا اللي يثيرون الفتن، هم اللي يطرحون هذه الأطروحات الطائفية. هم أستاذ محمد هم كل السياسيين الآن انكشفوا، كل السياسيين العراقيين نعم. هم شيعة كرد صحيح، كلهم. فاحنا المفروض ما نتناول هالمواضيع، المواضيع اللي تجمع مو المواضيع اللي تفرق. نعم المواضيع اللي تجمع هي اولى. صحيح المواضيع اللي تجمع. سيد ابو مصطفى كاعلام ما تسمح لي نعم كاعلام كاعلام تريدون سبق صحفي، تريدون مثلا موضوع ممكن ان ينثار يتناولون الناس يعني، لكن اكو اشياء ضررها اكثر من نفعها. تمام صارت هذا الموضوع. طيب ممكن مثال بلا زحمة عليك، أنه شنو الشيء اللي ممكن يطرح أنفع من هذه الأطروحات اللي تشوفها وأنت تعتبرها أنه هي مثيرة للطائفية؟ طيب ما هي الأطروحات، ما هي الأطروحات اللي ممكن كمثال، أريد مثال ما هي الأطروحات؟ كل شيء يجمع يعني مثلا علاقات أخوية بين كل الطوائف، مواضيع يعني شخص مثلا من طائفة معينة سوى الطائفة معينة يعني الموضوع مثلا خلينا نقول على سبيل المثال بس اسمح لي مثلا على سبيل المثال تسمعني؟ اي نعم نعم على سبيل المثال يعني مثلا موضوع موضوع الكاظمية لا تتذكر قبل كم سنة نعم. اللي هو عثمان اللي غرقوا جسر الأئمة هذا موضوع يجمع لو ما يجمع صحيح يجمع. صحيح هذه المواضيع سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة نعم تفرق ما تجمع. طيب سيد أبو مصطفى أنا أرجو من حضرتك تكمل اللقاء ويانا، تتفرج تتابع، حنطرح أيضا بعض النقاط وحنستمع إلى آراء بعض المتصلين، لكن ننطي فرصة للآخرين. أنا أشكر حضرتك. بالنسبة للجزئية اللي تفضلت بها اللي قلت بأنه ليش ما نطرح جزئية تتعلق مثلا بحادثة مشابهة لحادثة الشاب عثمان اللي ضحى بحياته في سبيل إنقاذ الغرقى من في النهر من على جسر الأئمة، الحدث اللي ذكر العراقيين وكانت فترة حرجة بتاريخ العراق. نعم، ولطالما عرضنا هذه المقاطع ولطالما عرضنا هذه القصص ولطالما عرضنا كل ما يؤيد الوحدة الوطنية وكل ما ينبذ الطائفية، حضرتك إذا تتابع موجود وما عرضناه فيما يتعلق بتظاهرات العراقيين وما عرضناه فيما يتعلق بالوقفات والتكافل الاجتماعي بقضايا كثيرة إن كانت في محافظات وسط وجنوب العراق المحافظات الغربية وكل ما يتعلق بوحدة الشعب العراقي دائما مطروح في القناة، لكن الحياة مو كلها وردية، الحياة فيها الجانب المظلم، فيها الجانب السيء. الجانب السيء ذولا اللي موجودين اللي يحكمون العراق لا يمكن التغاضي عن جرائمهم وانتهاكاتهم وفسادهم وطائفيتهم. كيف يمكن أن نسلط الأضواء فقط على جانب مشرق من العراق؟ وهذا طبعا شيء طبيعي، لكن نهمل في المقابل جانب آخر وهو جانب أخطر
يؤثر على هذه الوحدة، يؤثر على هذا التلاحم. أنا اليوم شلون أقدر أنه أتغاضى عن المالكي وعن أطروحات الطائفية وعن الصراع الميليشياوي المرتقب وعن الفساد ما بين الأحزاب في سبيل أنه أنا أصل الضوء على حالة اجتماعية جميلة ممكن أن تسوء إذا استمر هؤلاء في الحكم. عموماً يعني الحياة مو كلها حلوة، وخاصة بالعراق ماكو شيء حلو، قلما تجد الشيء المفرح. فإحنا ولأن الحياة مظلمة بالعراق نحاول نطلع العراقيين بتوعيتهم أن انظروا من الهدف، انظروا من الذي يتلاعب بكم، انظروا من الذي يحاول أن يشعل العراق، من الذي يحاول أن يثير الفتن، حتى نوصل إلى نتيجة، حتى اللي ما عنده فهم يفهم أنه ذولا هم الأعداء. ويانا أبو علي، وطبعا هاي للتأكيد أنه دائما الحديث بعيد عن الشعب العراقي، الحديث دائما وأبدا عن السلطة الحاكمة، لا فرق بين شيعي ولا سني ولا كردي ولا مسيحي ولا صابئي، كلهم ولد نفس البلد. لكن دول اللي دي يحكمون بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم هم الأساس فيما يحدث من تشظي مجتمعي ومن إثارة للفتن ومن تدمير لهذا البلد. أبو علي من؟ من الأنبار. تفضل يا أبو علي. تفضل يا أبو علي. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. أنا من خلالكم أسلم على أبو مصطفى اللي عايش في تركيا. نعم. الشعب العراقي ما بينهم أي طائفية، كابين شنة ولا شيعة ولا أكراد ولا الشيعة العراقيين الأصلاء. الإما يقولوا يصير الطائفية، الطائفية هم اللي جاي يلعبون بيها على الوتر الطائف. نعم. غير المالكي. سياسي العراق من 2003 العراق ولا حداثة عن حقوق العراق ولا نعم منافعهم الشخصية هم بس. ولا كشعب الحمد لله شراش متعايشين وقاعدين في سيارة وقاعدة وراحة وجاية وشغل كله سوية. احنا العراقيين الأصلاء. أما اللي جنبه اللي فيه في المالك وغير المالك وكل السياسيين ما حد بتش على العراق ولا حد يجي على سواد عيون العراق، هذول منافعهم الشخصية. نعم. اللي هم يكون يصير هاي طائفة، الله يبعدنا عنها إن شاء الله. سيد أبو علي. سيد أبو علي، أنا من دا نطرح إحنا هذه التسريبات، رغم إنه الموضوع مثل ما قالوا الكثيرين إنه الموضوع مو جديد، المالكي هذا مو شيء غريب عليه إنه هو يطرحه. لكن أنا السؤال المهم، كل تسريب يخرج خطر وأخطر من ما قبله. يعني الفكرة إنه يعني هذه المعلومات يعني هذه المعلومات اللي تحدث بها المالكي وهذه التهديدات وتهديدة للصدر وتحشيدة للميليشيات وعدم اعترافه بالسلطة، أقصد بالجيش والشرطة، ولغة الطائفية ضد الشيعة والسنة وهذه الأمور، أنه ليش هذه ما تؤخذ على محمل الجد من قبل الحكومة ويحاسب عليها؟ أستاذ محمد، هي وين الحكومة أصلاً؟ وين الحكومة؟ هي حكومة ما حد دخل باب مواضعها. يعني هو أنا شيء انتهت، أنا شيء مستغرب أنت من تصريحات المالكي. سو أزل عمي خاضوا بدماء الناس، الله وكيلك خاضوا تسريبات بسيطة حيقول ما سووا شيء، بس الأفعال اللي سووها حوادث هاي اللي صارت والشباب اللي مردت وكلها بسبب من هاي. نعم. بسبب سياستهم الفاشلة وسبب مناصبهم ومكاسبهم. يعني نعم. أنا ما مستغرب عن التسريبات مالك أرجع نسمعها كلها، والله ما مستغرب عدل، لأن هم سووا الأتعس من التسريبات. صحيح. التسريبات هاي بس كلام، بس هم سووا فعل. يعني دماء الناس برقاهم هاي امام الله امام البشر الى يوم الدين. نعم. انا اشكر حضرتك سيد ابو علي من الانبار. طبعا المالكي باللغه الطائفيه المعروفه عنه، وهذا الشيء ما مستغرب، ولطالما تحدث بها على المنابر حتى امام وسائل الاعلام، وهي لغه معروفه ولغه المثيره للفتن كذلك معروفه، وهذا لا يبرئ الجهات الاخرى التي ذكرت في هذه التسجيلات من مقتدى الصدر، من الحلبوسي، من مصطفى الكاظمي، من كل الأطراف الموجودة داخل العملية السياسية، جميعهم يشتركون بما يحدث للشعب العراقي من ويلات، من مآسي، من مشاكل يواجهها المجتمع. جميعهم يتحملون مسؤولية الفتن المثارة والطائفية اللي انزرعت من خلالهم بين أبناء الشعب العراقي للتفرقة، وهذه الأمور يعني يجب أن يحاسبوا عليها. ولكن لا يوجد قضاء في العراق، القضاء موصوف بأنه فاسد وفاشل من قبل الأمم المتحدة وما دون من المنظمات الحقوقية. أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عمر. شلون صحتك؟ أنا أشكر قناة الرافدين على يعني طبعا دائما هي سباقة بالحدث. الله يحفظك. والله. الله يسلمك. شلونك عمي؟ الله يبارك فيك يا أبو عمر. شلون صحتك أبو عمر من الناصرية؟ حياك الله يا أبو عمر. طبعا الله يحييك. نعم. بس لو سمحت ابو عمر نص صوت التلفزيون على الاخير لو سمحت واسمعني من الهاتف. لا صار صار اي والله. طبعا بالنسبه للمالكي نعم وغير المالكي دول دمويين دول طبعا ضد الشعب وما حد يحاسبهم. اولا بالنسبه لدول السياسيين دولة دولة لا قانون يعني دولة أجندة أجندة دولة أجندة دولة شيء تابع لإسرائيل وشيء تابع لأمريكي وشيء تابع لتركيا. دولة طبعا متفقين على بعض الشعب العراقي. بالنسبة ما دولة السياح خطية السياح مين هم دولة عراقيين يعني أسوأ تقصفهم يعني يا طاك الضوء الاخضر يا طاك اياه. دول عمي دول كارثه دول اجوا للعراق دول فاسدين من كاظميه من الحلبوسي من عادل عبد المهدي من المالكي من قيصر خزعلي كلهم دول مشتركين حبيبي دول مشتركين دول بعض الشعب العراقي دول اجنده دول ما يستحون اصلا. هو يساوم على بلده عنده ضمير عنده شرف. لا والله عمي ما عنده لا عنده لا ضمير ولا عنده شرف. نعم. هذول يعني تتوقع مشكلة تتوقع يا ابو يعني ابو عمر ابو عمر تتوقع بانه ممكن يحدث الصراع اللي تحدث عنه المالكي؟ وبرايك اذا حدث هذا الصراع منو حيكون ضحيه هذا الصراع؟ نعم. طبعا تكون الضحيه هو الشعب. نعم. لان هم لعبه. يا عم يطلعون لعبه هم لا اتفقوا بيناتهم جوعونا. نعم. على خربوا بيناتهم قتلونا. نعم. قالوا لا يعني ما انا ما شايف شي دوله يعني دوله هذا العراق هذا العراق العظيم ما شنو ما له سياده يعني شنو ما يعني ما حيحترم فيه دول يعني شنو يعني والله انا متعجب بالله الكريم متعجب عليهم دوله يعني مشكله دول يعني ما ادري يعني يا سبحان الله يعني شلون ما شو يعني انا ما يعني شو وصفهم ما يعني ما يتوصفون. لا الكاظمي عنده سياده. نعم. لا الحلبوسي عنده احترام ما حد يحترمهم. لا والشعب ضحيه يعني يتفق وين الحرس؟ زين؟ نعم. يتفق ويا ايران على 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 العراق. يجيب شوف اتفاقيته طبعا هذا خائن. يعني هو المالكي في كل خطاب وفي كل مؤتمر وندوة ولقاء يتحدث عن المؤامرات الخارجية ويتحدث عن الولاءات الخارجية للمقابل ودائما يقول بأنه عملاء وخونة. طيب وهو ما يصنف نفسه هذا الصنف؟ ما يدخل نفسه في نفس الخانة أنه هو لإيران تابع يتواصل مع الايرانيين بعيدا عن لغه النديه انه انا دوله اتحدث معك بصفه دوله؟ لا، يروح للحرس الثوري الايراني ويا قيادات الميليشيات يتحدث مع قيادات الحرس لتسيير شؤونه في العراق. هذه ما تعتبر خيانه وعماله وولاء للاجنبي؟ فقدنا الاتصال. ابو علي من بغداد، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك استاذ محمد؟ حياك الله يا ابو علي. طبعا نعم تركيا اللي قاعد تركيا يقول ليش ما تحكي شغلات ايجابية؟ اي احنا هسه ما شاء الله بالعراق عايشين حياة وردية، نقعد الصبح العمل موجود، الكهرباء موجودة، المي موجود، الأمان موجود، الحرية موجودة، احنا نعيش السلام، ما في داعي الأمور اللي يا حبيبي انت وين عايش؟ احنا هسه وصلنا لحد نتمنى الموت. احنا الآن بالعراق أسعد شيء المواطن. يعني إذا ما ينصلحون هؤلاء الكاسة العملاء نعم يعني شلون نسكت
وما نحكي يا ابو منطف اتقى الله انت والعراق. العراق الان لا يوجد فيه شيء صالح، الكل القادم اسوأ والقادم اسوأ والقادم اسوأ. هو الرجل يعتقد بان هذه الاطروحات تؤجج الطائفية، لكن السؤال هو أنه من اللي يشعل الطائفية في العراق اليوم؟ مو الشعب العراقي أثبت في كثير من الأحيان والأوقات أنه شعب واحد بعد أن عبر مأساة الطائفية بال2006 و2007 ودخلوا إلى مرحلة جديدة من التكاتف؟ واليوم وأنا عرضت حلقة كاملة عن هذا الموضوع وأخذنا آراء الشارع من كل المحافظات ومن كل مكان، أنه الناس كلها تقول يابا ماكو طائفية، الطائفية اللي يريد يسويها هم ذول اللي يحكمونه. طيب احنا مو المفروض نتخلص من مثيري الطائفيه؟ مو المفروض نسلط الاضواء عليهم ونوجه اصابع الاتهام لهم؟ استاذ محمد اذا تسمح لي. تفضل. الان المواطن العراقي شنو علاقته بالطائفيه؟ المواطن حال بقيه البلدان، المواطن العراقي الان هم الوحيد انه يعيش بسلام، يعيش بامان. نعم. ماكو شيء اسمه طائفيه، احنا الله سبحانه وتعالى يجمعنا والقران يجمعنا والنبي محمد يجمعنا. فهاي السوالف صراحه اجوا فيها من خارج الحدود، احنا ماكو شيء اسمه طائفيه بين العراقيين. لكن اكو ناس باعت دينها ومذهبها ووطنيتها وصاروا عملاء وقاموا يشتغلون من اجل الدينار والدرهم. الان العراق نعم. سيد أبو علي من بغداد، أنا أشكر حضرتك وأيضا أعتذر منك لأن الوقت انتهى. آخر رسالة نقراها من مهدي من كربلاء، يقول السلام عليكم أستاذ محمد، هذا المالكي وصل للسلطة بدعم خامنئي وهو معجب بشجاعة المالكي، الاثنين يقمعون الفقراء بشجاعة فائقة، والاثنيناتهم يقمعون الفقراء بشجاعة فائقة، هكذا يصف مهدي من كربلاء المالكي. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.